على اثر معلومات مؤكده وارده لعناصر فرقه البحث والتدخل بالمصلحه الولائيه شرطه قضائيه بامن ولايه سوغاراس أفادها وجود مجموعه من الاشخاص بصدد ادخال كميه من ماده التبغ بترشخ الى مدينه سوغاراس باستعمال مركبه خاصه قصد ترويجها وتهريبها عبر الشريط الحدودي دون سند قانوني بالاستغلال الامثل للمعلومه وعلى مستوى احد المداخل الثانويه لمدينه سوغاراس تم رصد شاحنه متوقفه في احد الاحياء بعد مداهمة مكان تم توقيف أربعة أشخاص وحجز كمية معتبرة مادة التبغ بالترشق قدرت بإجمالي 66800 كيس